حنان، ايوه انا مع حضرتك، اهلا سامعاني؟ وسهلا ومرحبا. اهلا، اهلا بحضرتك. حضرتك اتفضلي. انا عندي مشكله جامده مش عارفه اعمل ايه. نسأل الله التوفيق والتيسير. انا دلوقتي كنت شاكه ان جوزي ليه علاقه بواحده بقالي يجي سنه، كل ما ايوه. اكلمه يقول لي ما فيش اي حاجه، كل ما اكلمه يقول لي لا ما فيش، ما فيش الا انتوا، ما فيش الا انتوا، ما فيش الا كده، وعمال يحلف ويكذب علينا، تمام. يحلف ويكذب علينا، يحلف ويكذب علينا. وبعدين فوجئت دلوقتي كنا قاعدين، ف بمد ايدي في المحفظه لقيت صوره واحده، ولقيت صوره عقد جواز عرفي. فبنكلمه بقول له ليه عملت معانا كده، ليه كده يعني وكده، فلقيته بيتكلم اكني ولا كني في اي حاجه خالص، بيعملني معامله. فبيقول لي الموضوع ده انتهى، انتهى بقاله دلوقتي من قبل رمضان بشهر، وعمال يقول لي ان الموضوع انتهى خلاص وقطع علاقته بيها وسابها. فبقول له طب انت لو انت سبتها فعلا صحيح، المفروض ان انتوا بتقطعوا الورقه دي، لان كده طالما معاك الورقه يبقى انتوا لسه على علاقه مع بعض. بيقول لي لا ما تفتحيش الموضوع تاني، ما تفتحيش الموضوع تاني، الموضوع خلاص، الموضوع كده. وخدت منه الورقه ولسه الورقه معايا، مسك الصوره قطعها. فانا مش عارفه اعمل ايه. حضرتك بقالكوا قد ايه، قد ايه يا فندم متجوزين؟ بقالي 23 سنه، 24 سنه، ما شاء الله. وقد ايه اولاد؟ معايا 2. ما شاء الله. طيب، طب انا ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ اتفضلي. عايزاكي فعلا ما تفتحيش الموضوع ده معاه تاني. نعم، ما تفتحيش الموضوع ده معاه تاني، مسقي طبعا. لعلها خطأ. هو يعني بيحصل بعض هذه الزلات، بتحصل في حياة الناس، وبخاصة يعني بعض الرجال بيصدر منهم هذه الأمور، يعني نظرا لانطلاق الرجل في حياته، هو عنده نوع مساحة من التحرك أكتر من المرأة، هو شايف أنه عنده الوسيلة في أنه يستطيع أن يتزوج بامرأة أخرى أيا ما كان السبب. بتحدث هذه الزلات وبعض الخطوات غير المحسوبة والتي لم يعقل الإنسان قبل ان هو يتخذ هذا القرار. اشكر حضرتك على التليفون، بس انا عايزاكي تهدي خالص المسائل دي. طبعا انا عارفه انها بتشق على نفس اي امراه، والموضوع حاجه مش سهله، وانه ان الزوجه تعرف ان زوجها على علاقه بامراه اخرى حاجه قاسيه جدا على النفس والقلب، وبالذات بقى لما الانسان يبقى له وضعه ومكانه، وبعدين يهين نفسه بورقه يكتب فيها او يعني زواج عرفي، ويقلل من وضعه ويقلل من قدره. الانسان بيهين نفسه بالتصرفات الغير يعني محسوبة، أو أنه هو بيضع نفسه في مكانة كريمة بتصرفات معقولة محسوبة. أما وإن الشخص اللي معايا زل أيا كان بقى السبب اللي دفعه، تقصير هو شخص بطبعه كده، أنا قصرت أو لم أقصر، أيا كان إحنا عايزين نحافظ على البيت، فهنعمل إيه؟ اسمعي اللي قالك عليه، وانا ما اعرفش، انا ما شفتوش، بس استشعر من حضرتك او اشعر من حضرتك الصدق في اللي قاله. الانسان ساعات يتورط في مشكله ما، او يتورط في خطا ما، او قرار غير محسوب، وبعد كده بعد بقى ما يفوق للواقع اللي فيه يحسب حساباته ويلاقي نفسه اخطا. فما نتكالبش عليه كلنا، وابتدي بقى انشر الخبر واقول للناس كلها، فينقلب بعد ما انه كان على في عمليه حياء من الموقف انه يتجرأ عليا ويقول لك هو ده الواقع اقبلي بيه. مش من الذكاء ابدا فوره الغضب واتخاذ قرارات سريعه اثناء الموقف، انما من الحكمه اللي هي المفروض ضلت المؤمن، ان المفروض دايما المؤمن يبحث عن كيف تكون الحكمه، وازاي هو يتصرفها ويكون اختياراته اختيارات حكيمه. والمؤمن كيس فطن، ما هوش انسان عجول متعجل بقرارات. انا ست متجوزه بقالي 23 سنه، معايا شباب، مش عايزه اضيع وهد البيت، وعايزين نبقى كده قراراتنا هاديه حتى في عز اللي أنا فيه. ما تفتحيش الموضوع ده تاني، وأحسني إليه، وإن شاء الله ربنا يهديهولك، إن شاء الله بإذن الله ربنا يهدي إليك. سلام عليكم.